انا مش تلميذ عشان توقفيني متذنب جنبك طول الفرح. اذا كنت غيرانه او زهقانه او قرفانه من نفسك حتى روحي اعملي اللي انت عايزاه، انما عشان تحسيني ان انا طفل واقف مستني العقاب، لا يا سهام لا. ممكن تهدى شويه علشان نعرف نتكلم؟ بلاش البرود اللي في صوتك ده، الحكمه والهدوء مش لاقين عليك. انت واحدة ست غيرانة من بنت صغيرة عشان تشتغل معايا خلتك تقولي انا عايزة اتطلق، جرى ايه يا سهام؟ انت مش واثقة في نفسك ولا مستوعبة ولا فاهمة نفسك حتى. من فضلك انا مش هسمح لك تعلي صوتك ولا تغلط فيا. موضوع الطلاق ده موضوع منتهي، وبقولك لو ليلي اشتغلت معاك او ما اشتغلتش هتطلقني يا سراج. وحكاية عيلتي وخالي وامي انا كفيلة اني اقنعهم، وحتى لو ما اقتنعوش مش مهم. والاول مرة بقولك يا سراج، انا مش خايفه منك ولا منهم، ومش هسمح لاي مخلوق بعد كده انه يهني. لا يا ست سهام، انسي اللي في دماغك ده. احنا ما عندناش ستات بتتطلق. الست تفضل في بيتها مع جوزها لاقرب الاجلين، يا هي يا هو. يا ماما ارجوكي انا مش هقدر اكمل مع سراج. انت مجنونه، الجمعيات اللي انت بتروحيها دي بوظت مخك. الحريه والكلام الفارغ، جوزك راجل ليه مركزه. ما تقول لها يا منعم، رجع لها عقلها في راسها. ده شيطان بيلعب بعقلك يا سهام يا بنتي. تقدري تقولي لي شكلنا هيبقى ازاي؟ اخوك المهندس عبد الوهاب هيقول ايه لمراته بنت الحاج عمران؟ ولا اخوك التاني ضابط الجيش اللي متجوز الدكتوره منة طلاق بنت اللواء زهدي هيقول لها ايه؟ بلاش اخواتك. انا يا سهام هقول ايه لاهل العزبه؟ هقول ايه لنسايبي؟ اقول لهم الدكتور سراج ما اداكيش مصروف البيت ولا اداكي مصروف البيت؟ اقول لهم الدكتور سراج ضربك ولا ما ضربكيش؟ اقول بنت اختي بتطلب الطلاق علشان بتغير من بنت؟ انا ليه راي يا خالو بعد اذن حضرتك وبعد اذني كمان. قول يا حبيبي. ميرسي يا ماما. أنا معاك يا سهام، دكتور سراج غلط وغلط غلط كبير كمان، لكن كل بيت فيه مشاكل، ومش معقولة أي مشكلة تواجهنا نخرب البيت، وإلا ما كانش يبقى فيه بيت واحد عمران، صح يا ماما؟ يا جماعة ارحموني، أنا داخلة على انهيار عصبي. الكلام اللي بتقولوه ده تقولوه في زمن غير الزمن وناس غير الناس. سراج متأكد من موقفكم ده، ومتأكد كمان اني لو جيت اشتكيت لكم وقلت لكم عايزه اتطلق انكم مش هتوافقوا. احنا مش هنوافق لمصلحتي ولا ايه يا ماما؟ لو اتطلقتي لا تبقي بنتي ولا اعرفك. ايه دي بس يا ماما، انت عندك السكر والضغط ولا ايه يا خالو؟ بالراحه على نفسك يا دوله يا اختي، محدش هينفعك، دي برضو بنتنا. بنتي ما تقولش الكلام ده، بنتي ما تخرجش من بيتها، بنتي تسمع كلامي. انا اللي رفضت اتجوز بعد ابوهم ما مات، وصرفت على تعليمهم من فلوس أرضي لحد ما تخرجوا وأصبحوا في أحسن المراكز، وما جي في الآخر أسمع الكلام الفارغ ده من بنتي؟ ولا إيه رأيك يا سيادة المقدم؟ أنت من ساعة ما قعدت ما قلتش ولا كلمة. أنا بقول نروح أنا عبد الوهاب للدكتور سراج نكلمه ونحسسه بغلطه. خلاص كلموه، بس على شرط ما تجيبوش سيرة الطلاق على لسانكم. إحنا ناس ولاد أصول. صليت العصر يا حاجة؟ لا يا أخويا، هقوم أصلي. طيب اقوم انا بقى الحق العصر في الجامع اللي جنبكم. خدني معاك يا خالو، ولما نيجي نبقى نكمل كلامنا. اعملي حسابك يا سامه نتغدى مع بعض. وانت يا عبد الرحمن هتصلي هنا ولا في الجامع؟ لا لسه هتوضى واصلي هنا. طيب سلام عليكم. هندعي لك يا سهام يا بنتي بالهدايه واحنا بنصلي. ربنا يهديك يا سهام. يلا يا عبد الوهاب يا ابني. الحق انا بقى اصلي الفرد. عبد الرحمن كلم اختك وعقلها، احسن دي باين عليها اتجننت. عارفه ماما يا سهام بقى شفت كلامهم؟ كلام انتيكه ما ينفعش غير في الاربعينات. الدنيا كلها اتغيرت، وماما وخالي لسه مهتمين بالعيله وكلام الناس والنسب. انا بتهان وبموت كل يوم بسبب اصول بقالها 1000 سنه.
وتقول لك احد الاجلين، يا نموت يا جوزي يموت. منطق حنوتية. الجواز مودة ورحمة واختيار وحب في الحياة، مش ممكن ابدا ينتهي باحد الاجلين. تعرف ان انا معاكي بس مش قادر اتكلم. تعرف ان انا مخنوق من الست الدكتورة بنت سيادة اللواء من طلة، بس مش قادر اتنفس. بس انا بقى مش هسكت، انا هقف قدام خالي وماما والدنيا بحالها، ومش هسيب سراج غرقان في نزواته ومغرقني معاه في الاهانة والذل.